تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة المميزة إذاعة نور دبي. إن شاء الله خلال البرنامج بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم إن شاء الله، ويسعدنا استقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم سواء عبر الاتصال مباشرة بالبرنامج أو عن طريق الرسائل النصية. قبل ما أذكركم بالرسائل النصية، أرقام التواصل قصدي ويانا في البرنامج، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. مقدمة الحلقة اليوم دكتورة عاشة البسطي. نتمنى لكم بداية أسبوع جميلة وإن شاء الله أسبوع كله إنجازات، والله يحقق أماني كل شخص بوجودي يعني اليوم والجميع كذلك. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة بنتطرق الأمور كثيرة طبعا طبية ومنها الصحية، وطبعا فقرتنا التوعوية اللي عودناكم عليها كل يوم في أول فقرة من فقراته. بنتطرق الأمور اليوم كثير مهمة، يمكن ناس وايد حابة تتعرف عليها أكثر وأكثر، وتخصصات طبية كذلك عنا بنتعرف عليها أكثر وأكثر وشو دورها عنا، وكذلك شو الخدمات اللي تقدمها لنا هذه التخصصات اللي هي مهمة. ما بسبق الموضوع نفسه، بس نرجع لدراستنا اليوم. مثل ما عودناكم تكون عندنا دراسات، بس قبل الدراسة نسير الفقرتنا التوعوية. اليوم موضوعنا اليوم موضوعنا جدا مهم في فقرتنا التوعوية، وله علاقة كذلك بدراستنا اللي موجودة عندنا اليوم. دراستنا تقول: دراسة جديدة تربط بين مواقع التواصل الاجتماعي وأعراض الاكتئاب بين المراهقين. أشارت دراسة جديدة نشرت في مجلة جامعة لطب الأطفال إلى أن كل ساعة إضافية يقضيها الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة التلفاز تزيد من أعراض الاكتئاب لديهم. وأوضح الباحثون أن الدراسة الحالية هي الأولى التي تقدم تحليلا تطويريا للاختلافات في الاكتئاب والأنواع مختلفة لوقت الشاشة. وشملت الدراسة 3826 طالب، عدد كذلك كبير، بين الصفين السابع إلى الحادي عشر، وذلك من 31 مدرسة في منطقة مونتريال في كندا. يعني اتعددت المدارس، يعني بدل ما تكون مدرسة أو مدرستين كذلك المدارس كانت كثيرة، 31 مدرسة في نفس الولاية، وكانت بين عامين 2012 و2018. حتى مدة الدراسة كانت يعني مقارنة جيدة. قام الطلاب بإكمال الاستبيانات أثناء الفصل لتقييم سلوكياتهم وقت الشاشة وأعراض الاكتئاب. ووجد الباحثون أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأربع سنوات ارتبطت بزيادة الاكتئاب، وترتبط كل زيادة لمدة ساعة واحدة في متوسط الوقت الذي يقضيه الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة في شدة أعراض الاكتئاب خلال السنة ذاتها. يمكن لاحظنا احنا في السنوات هذه، خاصة هذا العمر اللي هو من السابع إلى الحادي عشر، يمكن تبتدي تكون تتكون شخصياتهم أكثر وتبرز شخصياتهم كذلك أكثر. الملاحظ من هالدراسة أن عدد الساعات اللي يقضيها الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وما حدد أي جهة أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، عممها بالعموم. مرات في سنوات معينة أو في
تركيز معين، وطول الوقت إذا بيقعد ساعات طويلة على هالمجال، في ناس كثيرة تقارن حياته بحياة أشخاص ثانيين. مرات هالحياة تكون بس بارزة، الأشياء اللي بارزة خارجية وما حد يشوف الأشياء الثانية، فكثرة المقارنات مرات تقلل من حتى ثقة الشخص بنفسه، أو أنه الشخص عنده أنا ما عندي، الشخص على عمري وسواها أنا ما قدرت أسويها. بس أول ما نحط في بالنا أنه يمكن صح عندي مميزات ثانية، الشخص اللي حطها يمكن ما عنده هاي المميزات. أشياء ثانية، التثقيف الصحي جدا مهم، خاصة في هذه السنة أو هذه الأعمار، لأن بداية ما نقول كبداية حل، بس انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، هذه الفترة تكون جدا حساسة. أشياء وايد نقدر نغرسها في أطفالنا أو حتى في أبنائنا في هذه الفترات، ويفضل من يوم يكون سنه صغير. فهاي الأشياء كلها فتعكس على الشخص نفسه اللي قاعد يشوف المواقع للتواصل، كذلك شو البرامج اللي قاعد الشخص يشوفها. ترى وايد أشياء تأثر في حياتنا بسبب هالمواقع، في مواقع بالعكس تطور من نفسك وتطور منك بأشياء كثيرة، وفي مواقع على العكس تحس أن لو قعدت أشوفها شو طورت فيه. فهالأشياء كثير مهمة، خاصة الأهل، يعني ما أقول كمراقبة بس كإشراف على أطفالهم أو أبنائهم، خاصة في هذا السن. يعني هذا السن يكون من طفولة، انتقال من الطفولة لسن المراهقة، عقب لسن البلوغ وسن الشباب. فالابن أو الابنة يعني تحب تبرز نفسها أكثر، تحب تطلع شخصيتها أكثر. فالجميل أن إشرافنا عليهم واختيار لاختيار المواقع اللي يتواصلون فيها، اختيار البرامج اللي يشوفونها كذلك ويتابعونها، لأن هذه الأشياء وايد تغرس للشخص أشياء وايدة في حياته، وتغير حتى من نمط حياته. ناس وايد يمكن تابعوا شخص أو شخصي حياتهم تغيرت نهائيا، يعني اتطورت بشكل كبير، وفي ناس على العكس. فهذا السن فجميل إذا الأهل أشرفوا بطريقة، بس ما بطريقة إجبارية، بطريقة يعني تكون كطريقة الأصدقاء، طريقة التعليق تكون بسيطة، طريقة الأشياء تكون جميلة كذلك. فهذا السن من نوع اللي ما يحب ياخذ أنه كأمر قد ما يحب ياخذه يعني اقتراح أو كأسلوب صداقة. يعني هذا الشيء جميل، شفتوه هالشيء كان حلو شفتوه. يعني مرات أقول كل ما كنا ما أقولكم كأنفكر بطريقة، بس كل ما كنا قراب منهم، كل ما كانوا اقتناعهم بكلامنا كل ما كان أكثر، على عكس إذا بس كان كأوامر أو أنه لا تشوفون هذا الموقع، لا تدخلون على هالموقع. وصراحة كنا لو نحسبها نحن فترة استخدامنا لهواتفنا أو حتى التواصل الاجتماعي عنا بالساعات الكبيرة، وأي وقت أقدر أدخل على أي موقع كذلك. فسهولة هذا الشيء يعني له جانبين، جانب يطور مني أكثر، وفي جانب يمكن على العكس، خاصة إذا بديت أقارن في أشياء وايدة، وخاصة في هذا السن يمكن كأشخاص كبار يمكن يعرفون أن الوضع مختلف بيكون، بس كتوهم بادين وتونا ياسين نشوف المواقع للتواصل، وأشياء كثيرة تنطرح منها المقارنة هي اللي بتأثر وتخلي الشخص معرض للاكتئاب أكثر. ثاني شيء يحس أن يمكن الشخص ما يحس أن يضيع وقت طويل من وقته بالساعات، 3-4 ساعات أو مرات 5 ساعات، بس داخليا ترى يحس بهالشعور، مع أنه خارجيا ما بيحس أن ضاع هذا الوقت كله، بس أن يتصفح صفحات أو يلف على أشياء ما لها فايدة له، بس لتسليته. ومثل ما نقول هي الكلمة اللي دائما ما أحب أقولها اللي هي تضيع الوقت، هو المفروض ما نقول تضيع الوقت، نقول استفادة من وقتنا، كيف نمشي وقتنا دائما نقولها هي هالكلمة، أو كيف نضيع الوقت، لا بالعكس، يعني كيف نستفيد من وقتنا أكثر من أن نقول كيف نضيع سالفة الوقت. هذه واحد من الأسباب، وكانت صراحة دراسة شملت أعداد كبيرة كذلك من الطلبة، وما نقول المدرسة لها تأثيرها صح، البيت له تأثيرها صح، بس حتى اختيارهم للمدارس كان 31 مدرسة، يعني العدد كبير كبير، والبيئة كذلك صحيح بتأثر، بس كل ما طال فترة القعدة أو
وقتهم اللي يقضون على وسائل التواصل الاجتماعي كان زيادة في شدة أعراض الاكتئاب خلال السنة ذاتها. مستمعينا الكرام، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بموضوع جدا جميل ومهم ويخدم الكثير، يمكن بنتكلم عن خدمات صحة الأنف والأذن والحنجرة عندنا في هيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. قبل ما نبتدي فقرتنا لفقرتنا بخصوص خدمات قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، بنتواصل الآن مع زميلة أسماء الجناحي بتعرفنا إلى اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها. صباحك الله بالخير أسماء. الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل المستمعين. إن شاء الله على الجميع إن شاء الله. أسماء، حابين نتعرف اهتمامات السوشيال ميديا اليوم أغلب ما يدور فيها خلال 60 ثانية القادمة. في بعض المعلومات الجميلة اللي حكينا نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي، وفعلا نتمنى أن الجميع يدخل على حساباتنا خاصة على تويتر وإنستغرام على DHA_Dubai. تكلمنا عن 5 أطعمة مفيدة للدماغ. هالأشياء اللي نحن لازم نهتم فيها خلال ونتأكدها موجودة في وجباتنا الغذائية. أيضا هناك خدمات عيادة الذاكرة. نعم. في مركز المزهر نحن عندنا عيادة خاصة للذاكرة موجودة في مركز المزهر الصحي، وهذا للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الذاكرة والزهايمر وغيره ممكن يتواصلون معنا في هذا الخصوص. أيضا هيئة الصحة أطلقت بالتعاون مع الكلية الإيرلندية للممارسين العامين برنامج ضمان صحة الأم والطفل، وهذا جزء لدعم المهارات والكفاءات المواطنة الموجودة في الهيئة في هذا الجانب. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحط القنوات التواصل الاجتماعي يتابعونا خلال اليوم، بنحط شو هي حلقتنا باكر عن النقل المباشر. نعم. ونختمها برسالتنا الإيجابية، رؤيتنا للأمور هي من تحدد هل سنكون سعداء أم لا. ابحث عن السعادة في نفسك ولا تجعلها مرتبطة بمن حولك. أغلب مشاكلنا أن نحن نربط السعادة بأشخاص بأشياء، فالسعادة منبعها من داخلك أنت وليس من الأشخاص اللي موجودين حولك. صحيح. فأعرف أو أوجد السعادة في داخلك، وفي النهاية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأنت غير من نفسك أول وأوجد السعادة والأمور إن شاء الله كلها بتكون حولك سعيدة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. زميلة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، هذه هي اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها، وكانت ويانا أختنا أسماء الجناحي. بننتقل لفقرتنا لليوم وبخصوص خدمات قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي. طبعا يعد هالقسم بمستشفى دبي أحد أهم الأقسام اللي تقدم خدمات متميزة للمرضى من مختلف الفئات العمرية. وللتعرف على هالقسم وما يقدم من خدمات يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور حسين طالب، استشاري ورئيس قسم الأنف وأذن الحنجرة بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور حسين. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلين دكتور. دكتور، طبعا لا يخفى على الجميع أهمية هذا التخصص اللي هو تخصص الأنف والأذن والحنجرة، فممكن تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي قدمها هذا القسم بمستشفى دبي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن عندنا هنا في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي عندنا اختصاصات فرعية دقيقة. نعم. وهي تشمل أول شيء أمراض الأذن والجراحات الدقيقة لأمراض الأذن. نعم. شاملا زراعة القوقعة. فنحن مستشفى دبي نعتبر مثل مركز حق عمليات زراعة القوقعة، نغطي إمارة دبي والإمارات الشمالية. ممتاز. وفي عنا طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال. نعم. وطب وجراحة الأنف وجراحة التنظير الوظيفي للجيوب الأنفية. نعم. وقاعدة الجمجمة بالتنظير الداخلي. عندنا بعد تخصص فرعي في أمراض وجراحة الرأس والرقبة.
الجراحة التجميلية للأنف، وعلاج وجراحة اضطرابات النوم والشخير، وعندنا تخصص فرعي في علاج فحص وعلاج أمراض الصوت والحنجرة، طبعا يشمل هاي التدريبات الصوتية والعلاج الجراحي. وعندنا عيادة التخاطب اللي هي يعني تشمل فحص وعلاج مشاكل الكلام واللغة في الأطفال والبالغين. وعندنا عيادة البلع، هي تعالج مشاكل البلع في الأطفال والكبار ومرضى الجلطات الدماغية والخرف واللي عندهم ألزايمر الذين يعانون من صعوبة في البلع. وعندنا عيادة السمع والتوازن، وعندنا قسم السمعيات والمعينات السمعية اللي هي تسوي فحوصات السمع منذ الولادة حتى عند الأطفال والكبار. فهذه نبدأ عن الاختصاصات الفرعية الدقيقة اللي موجود عندنا في قسم الأنف وأذن الحنجرة في مستشفى دبي. ممتاز، وصراحة يعني حتى يعني ما بس أنف وأذن الحنجرة، بس حتى التخصصات الدقيقة نفس أنت ما ذكرت دكتور، يعني تركزون على أشياء كثيرة، منها حتى عيادة البلع، عيادة التخاطب، عيادة السمع، يعني أشياء كثيرة كذلك. دكتور طرقنا الأشياء كثيرة ذكرتها بخصوص للخدم خلال الخدمات بخصوص جراحات الأنف وأذن الحنجرة، الجراحات الثاني اللي متعلقة بنفس التخصص، فكم عدد العمليات اللي أجراها القسم منذ بداية العام الجاري؟ نعم، عدد العمليات اللي نحن أجريناها منذ بداية 2019 إلى نهاية شهر 8، فقسمها أول شيء إلى elective surgeries اللي هي العمليات الجراحية الاختيارية، يعني الجراحات اللي تتم جدولتها مسبقا. فإلى نهاية شهر 8 كان تقريبا 668 عملية ما شاء الله. وفي عمليات اللي هي emergency surgeries اللي هي جراحات الحالات الطارئة 63 عملية. فالمجموع العمليات الجراحية الاختيارية مع الحالات الطارئة إلى نهاية شهر 8 تقريبا 731 عملية اللي أجريناها في قسم أنف وأذن الحنجرة في مستشفى دبي. يعطيكم الحافية، حتى العدد يعني كبير، أن 731 خاصة الحالات الطارئة. الله يعطيك العافية دكتور. دكتور طبعا لهذه التخصصات والتخصص حتى مب أنك جنرال أو نقول لك عام، يعني أنتوا داخلين في أشياء تخصصات وتخصصات كذلك دقيقة، فهذا يزيد الطلب عليكم أكثر وأكثر، فممكن تعرفنا عن عدد المراجعين المستفيدين من خدمات القسم بشكل عام؟ نعم، طبعا نحن كقسم أنف وأذن حنجرة نحن نغطي يعني في الأساس مستشفى دبي. وفي نفس الوقت عندنا عيادات في المراكز الطبية اللي موجودة في إمارة دبي. ففي العيادات الخارجية بمستشفى دبي تقريبا لحد الآن لنهاية شهر 8 عدد المرضى تقريبا 16894 مريض ما شاء الله. والعيادات الخارجية اللي في المراكز الطبية شفنا ما يقارب 4940 مريض. والمرضى اللي كانوا منومين في قسم الأنف وأذن الحنجرة عندنا في مستشفى دبي 919 مريض. فلو تجمعين هذا لكل المرضى اللي انشافوا في العيادات الخارجية اللي في مستشفى دبي والمراكز الطبية واللي تنوموا داخل المستشفى تقريبا ما يقارب 22753 مريض. صحيح ما شاء الله، والعدد كبير، وهذا دليل على زيادة الطلب على هذا التخصص لأهميته كذلك. صحيح دكتور، نحن لأن نغطي إمارة دبي وميل الإمارات الشمالية كثير من المرضى يجون بعد من الإمارات الشمالية. كذلك تغطيتكم مو بس المستشفى دبي، يعني تغطيتكم في معظم العيادات الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، وهذا الشيء دليل على زيادة الطلب على هذا التخصص والمجهود اللي تبذلونه، والله يعطيكم العافية ونتمنى لكم كل التوفيق مع الأعداد ما شاء الله والمتطلبات الزايدة. الله يسلمك. الله يخليك دكتور. طبعا نحن عرفنا العدد، بس حابين نتعرف عن أبرز الأمراض اللي يعاني من مراجعو هذا القسم. نعم، فأنا بعطيك يعني نبدأ عن أبرز الأمراض، مو كلها، اللي أغلب الناس يعانون منها. فمعظم المرضى يجون عندنا هني عندهم طبعا يعانون من حساسية الأنف
وهاي حساسية الأنف عندنا منتشرة في الإمارات كلها. صحيح. وثاني من أبرز الأمراض اللي يعانون منها مراجع القسم هي صعوبة التنفس من الأنف، سواء بسبب انحناء في وتيرة الأنف أو تضخم في القرينات الأنفية. نعم. وطبعا في عندنا التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية، اللي يشمل بعد البوليبات اللي في الأنف موجودة. نعم. الرعاف المتكرر اللي هو نزيف الأنف المتكرر بالذات في الأطفال. نعم. أيوة. وفي عندنا كثير من المرضى يعانون من اضطرابات النوم والشخير وانقطاع النفس أثناء النوم. وفي التهابات متكررة طبعا في اللوز وتضخم الناميات بالذات في الفئة العمرية في الأطفال. وفي التهابات حادة ومزمنة في الأذن طبعا في الأطفال والكبار. وفي مرضى يراجعون بسبب فقدان وضعف السمع، وبالذات في الأطفال كثير يجونا بسبب تجمع السوائل في الأذن الوسطى عند الأطفال، يعني غالبا هذا اللي يكونون قبل عمر السادسة. نعم. والدوخة وطنين الأذن والبحة في الصوت، فهذا يعني أبرز الأمراض اللي يعانون منها مراجع القسم. نعم. ودكتور كذلك بالنسبة لي طبعا التخصصات اللي خبرتنا عنها بخصوص أن القسم ليس فقط يعني أنف وأذن وحنجرة عام، في تخصصات ثانية موجودة في القسم تحت هذا التخصص الكبير، وطبعا الأعداد المتزايدة هذا دليل على يعني نعتبره كنجاح للقسم يعني لعلاج حالات كثيرة وأمراض كثيرة. فأكيد يعني أنتم تعتمدون أو أن عندكم أجهزة وتقنيات حديثة متوفرة في هالقسم تساعد كذلك على بروز هذه التخصصات والاستفادة أعداد كبيرة من الناس منها، فممكن تحدثنا عن الأجهزة والتقنيات الحديثة المتوفرة عندكم في القسم؟ نعم، مثلا عندنا في عيادة الصوت نعم. في عندنا المنظار الضوئي اللي هم يسمونه ستوبوسكوب، وهو جهاز هذا يساعد على التشخيص المبكر لأورام الحنجرة. نعم. نفس الشيء عندنا في عيادة البلع جهاز حديث لعلاج البلع، يعني اللي يشتغل بالتحفيز الكهربائي لعضلات البلعوم، بالذات في المرضى اللي عندهم جلطات في الدماغ وكبار في السن اللي عندهم ألزايمر. طبعا في العمليات عندنا جهاز الليزر اللي هو الجهاز الليزر مال ثاني أكسيد الكربون، وهو ضروري جدا لجراحة الأحبال الصوتية، مشاكل التنفس في الحنجرة والقصب الهوائية. وأحين تقريبا من سنتين جبنا جهاز اسمه جهاز ملاح الجيوب الأنفية. نعم. اللي هو جهاز الملاح الجراحية في عمليات الجيوب الأنفية وقاعدة الجمجمة، اللي هو بالإنجليزي يسمونه سيرجيكال نافيجيشن. وهذا الجهاز طبعا يعتبر نقلة نوعية في مجال جراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قعر الجمجمة. طبعا بالإضافة سواء في العمليات أو في العيادات عندنا مناظير دقيقة للتشخيص والعلاج الجراحي. وبالنسبة لعيادة السمع والتوازن عندنا أجهزة متطورة لتشخيص مشاكل السمع وعلاجه بالطرق الحديثة. ممتاز. مثلا عندنا جهاز تخطيط سماع الأصوات النقية. نعم. محلل الأذن الوسطى، جهاز قياس الاستجابة السمعية لجذع الدماغ اللي واحد ممكن يسويه حتى عند حديثي الولادة اللي توهم مولودين. ممتاز. وبالنسبة في العمليات بعد عندنا تقنية الكوبليشن اللي هي تقنية حديثة في عمليات الأنف والحنجرة واستئصال اللوزتين واللحميات. ممتاز. وعندنا طبعا في جهاز تفتيت اللحميات الأنفية اللي هم يسمونه سانوس ديبرايدر، يعني بعض هاي الأجهزة اللي موجودة عندنا تعتبر حديثة وتقنية حديثة. ممتاز ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتور حسين على المجهود وصراحة على التقنيات اللي تستخدمونها كذلك في علاج المرضى. دكتور حسين طالب استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، شكرا لك. شكرا لك. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة.
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصيه على 4006. وصلنا لفقرتنا الثالثه لليوم، بنتكلم عن احد الاقسام اللي له اهميه كبيره وناس كثيره تسال عن يعني أو عنده أعراض أو مشاكل تخص هذا الشيء. اليوم بنتكلم عن خدمات قسم المناعة والحساسية بمستشفى دبي. طبعا يعتبر قسم المناعة والحساسية أحد الأقسام المتميزة اللي حرصت هيئة الصحة بدبي على استحداثها بمستشفى دبي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى لهذا النوع من التخصصات الطبية. عشان نتعرف على هالقسم وما يقدمه من خدمات متميزة للمرضى، استنى يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور حسين الحتاوي، استشاري ورئيس قسم المناعة والحساسية بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور حسين. هلا، صبحت بالنور إن شاء الله. هلا دكتور. دكتور طبعا عارفين بخصوص أمراض المناعة والحساسية بدأت تزايد أكثر وأكثر وحاجة الناس لهذا القسم، فممكن تعطينا نبذة عن قسم المناعة والحساسية بمستشفى دبي بشكل عام، وشو أبرز الخدمات اللي يقدمها هذا القسم كذلك؟ زين، القسم هو بدأ تقريبا من 2010. نعم. بدأ بعيادة واحدة، عقب زدنا عيادة وعقب بعد زدنا. نعم. الخدمات تشمل الاستشارات الطبية يتعلق بأمراض المناعة والحساسية، الحساسية مختلف أنواعها من أنف إلى صدر، جلد، حساسية الأدوية، الحشرات، بعض تفاعلات الأدوية، والعيادة يعني بعد توفر العلاج عن طريق التعرف على نوعية المرض وطرق التعامل وياه أو معرفة العوامل المحسسة وكيفية تجنبها أو العلاج بالأدوية على حسب الحالة، منها علاجات دوائية أو بيولوجية معينة بعد. وفي خدمات العيادات الخارجية، عيادة المناعة أيام الاثنين والحساسية أيام الثلاثة، وخدمات المرضى الداخليين سواء من تحويلات الأقسام الثانية. نعم. أو كطلب يعني مثل كطلب مساعدة واستشارة ومتابعة علاج، أو العلاج المنتظم لبعض الحالات مثل علاج بعض الحساسيات المزمنة، بعض أمراض نقص المناعة. وفي بعض الفحوصات اللي هي عن طريق إما يعني عن الدم أو عن طريق الجلد. ممتاز، يعني خدماتكم كثيرة ليس فقط في كعيادات خارجية، حتى لمرضى عندكم يكونون في المستشفى نفسها. صح. دكتور بالنسبة لنسبة المرضى اللي يعانون من الحساسية على مستوى الدولة، ممكن تعرفنا عليها أكثر؟ هو شوفي، هو يعتمد على نوع الحساسية. نعم. الحساسيات الاستنشاقية مثل حساسية الأنف والربو. نعم. يعني البريفالنس او نسبه الانتشار او الاصابه فيه اعلى من الاشياء الثانيه. يعني في دراسات من زمان سوت في الاطفال، يعني كان بعضها وصل ل 25% او حتى 20%. في بعض الدراسات الثانيه يعتمد يمكن فيها يعني شاغول بايس او تشويش على حسب اللي ندرس فيهم. مثلا لو طلاب جامعة مثلا ممكن يكونوا متعرضين للغبار أكثر. صحيح، أو يكونوا في منطقة معينة وحدة، يعني ما بأنها مدروسة بشكل عام. بالضبط. نعم. فتقريبا تقدرين تقولين الحساسيات بشكل عام 20%، لو تجمعين الأشياء على بعض. نعم، الاستنشاقية وغير الاستنشاقية، ما فقط الاستنشاقية. صحيح. نعم دكتور، نبغى نتعرف أكثر شو هي أنواع الحساسية اللي تم تشخيصها في القسم، وشو كذلك خطورة إهمال علاجها؟ زين، فأنواع هي متعددة. نعم. وهي تعتمد على الجهاز المصاب. بالنسبة للأشياء الاستنشاقية، عندك الأنف والعيون والصدر. نعم. بعض الأحيان الحساسية ممكن تصيب الجهاز الهضمي، في بعضهم يوم إسهال أو مشاكل في الامتصاص أو حتى يعني ألم وأشياء. وفي بينها الجلدية، فالجلدية بعد عندك أنواع منها، عندك شيء يسمونه أرتكاريا أو الشرع أو الأتوبيك درماتيتس أو الإكزيما. صحيح. بس الحساسية بشكل عام تجمعها يعني عامل واحد يجمعها كلها، اللي هي تستوي يعني حجة واحمرار ومضايقة الواحد يحس فيها. والأنواع الثانية منها حساسية الأدوية، في بعضهم يأخذون الدواء على طول يتهيجون أو يتحسسون. صحيح. في منها من لدغة الحشرات، وفي منها من الأطعمة، مثلا لو واحد يأكل طعام معين على طول يتهيج مثلا، وشرط ما ذكرت بعد العوامل الاستنشاقية داخل أو خارج المنزل. إهمال الحساسية هو أول شيء يؤدي إلى تفاقمها، يعني اللي يبدأ بحساسية
نعم ويتجاهلها يتم تزيد عليه، وممكن توصل لحد معين ما يقدر يتحمل. نعم وفي بعض الحالات ممكن توصل لدرجة إحداث صدمة تحسسية، أو يسمونها صدمة التحسس، أو بالإنجليزي يسمونها أنافيلاكسيس، يعني نعم اللي هي تشمل يعني مو بس هاي الأعراض، بس تشمل هبوط في الضغط وصعوبة في التنفس، وغالبا يكون هذا الشيء مفاجئ ويكون حاد. وطبعا إذا حد جت صدمة تحسس مرتين ثلاثة ويعني فاتته، مو بشرط أن المرة الثالثة تسلم، فالواحد لازم دكتور حسن. تقريبا هذه اللي هو اللي هي نفس ما قلت انت، بالنسبه لاهمال العلاج يمكن يؤدي الى تفاقم الحاله نفسها، وطبعا الوقايه خير من العلاج، يعني ياخذ الواحد ادويته اساس ما تتفاقم، نفس ما قلت بالنسبه للانافلاكتيك او الصدمه التحسسيه. ولازم يتعرف على العامل المحسس، فبعضهم يعني ممكن يتعرفوا على طول بيقول لك اي الاكل الفلاني انا اتحسس منها فيتجنبها، وبعضهم ما يقدرون فيستعينون بطبيب احسن. صحيح، ونفس ما قلت يعني سبحان الله، يعني نفس ما أقول المريض بعد كذلك طبيب نفسي يتعرف على الشيء اللي يحسس منه ولا يحاول يتقرب منه أو يستخدمه أساس ما تتفاقم كذلك الحساسية عنده. صحيح. دكتور حبينا نتعرف أكثر عن أسباب هذه الحساسية وشو أعراضها، حبينا نتعرف أكثر بالتفصيل. أنت عطيتنا نبذة عن الجلدية وعن الاستنشاقية، بس حبينا نتعرف أكثر عن هالأنواع. زين الحساسية نعم. في عاملين رئيسيين حقها، في نعم. عندك عامل وراثي وعامل بيئي. ففي بعض الناس اللي عندهم عامل وراثي نعم. وعوامل البيئة ما توفرت عندهم ما بتصيبهم حساسية، فبتلاحظين أن بعض الحساسيات تجري في بعض العائلات. صحيح. فبعضهم عندهم ربو أكثر أو عندهم حساسية جلدية أكثر، حتى بعضهم ممكن يكون الأهل يعني الأم أو الأبو نعم. في إكزيما أو ربو والياهل إكزيما، بس هي كلها أعراض حساسية. فمثلا لو ما شيء عامل وراثي، حتى لو البيئة فيها غبار كثير مثلا أو قطاوة أو حشيش أو زراعة طلع نبات، الواحد صحيح. ما بيتحسس منه، فالاثنين لازم يكونوا موجودين في الشخص نفسه أساس تطلع عنده أعراض الحساسية. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم دكتور، جتنا رسالة نصية من أحد المستمعين أو المستمعات بالنسبة للرقم. دكتور حسين الحتاوي بمستشفى دبي، دكتور متميز بعمله واهتمامه بالمرضى وذويهم ويستحق كل التقدير. كل التقدير لك دكتور حسين. هذه رسالة شكر من مستمع ويانا اليوم عبر الرسائل النصية. دكتور حسين، حبينا نتعرف أكثر أن هل هناك بعض الأطعمة اللي يمكن تسبب الحساسية لبعض الأشخاص ونقدر نحصرها، يعني نقول شو هي هذه الأطعمة؟ صحيح. شوفي بشكل عام في قانون عام يقول لك أن 90% من الحساسيات تسببها 10% من الأكلات. نعم. هاي الأكلات هو طبعا الياهل طبعا على يعني الواحد يوم يكبر الحساسية نسبتها أكثر وانتشارها أكثر يوم الواحد يكون صغير أو صغارية أكثر. صحيح. وكل ما يكبرون الحساسية تخف، هذا ما يمنع أن ممكن الحساسية تيجي على كبر. صحيح. بس أكثر الأكلات اللي تسبب حساسية عندك حليب الأبقار، هذا رقم واحد عشان أكثر اليهال تعرفين يبدونهم بحليب هذا الفورميلا. صحيح. يبدونهم مثلا فأكثرهم يبدون بحليب الأبقار. والبيض بعد حساس، يعني واحد من الأشياء الأكلات اللي تسبب حساسيات يعني بنسبة كبيرة. نعم. عندك حليب الأبقار والبيض، وعندك القمح والمكسرات بأنواعها، عندك الأكلات البحرية ما عدا الأسماك، الأسماك عادي، بس عندك الروبيان القبقوب الأشياء الثانية تسبب تهيج أكثر. وأنا لاحظت شيء بعد إنه وايد يهال يوني وكل يشتكون من الكيوي، فملاحظ إن الكيوي شوية عليه شوية أكثر عليه، فوايدين يشتكون منه، يعني قال يقولون كيوي كيوي وايد تكرر عليه، بس نعم. بشكل عام هاللي قلت لك عليه اللي هو أول واحد بعد حليب اللي هو حليب الأبقار البيض قمح مكسرات والأكلات البحرية غير الأسماك، عندك بعض الفواكه منها الكيوي. نعم صح. ونفس ما قلت زين بعد الشخص يراقب نفسه أو يراقب عياله، شو الشيء اللي هيجهم عصاص ما يرد يستخدمه مرة ثانية ويتهيج جسمه أكثر وأكثر؟ صحيح. شوفي الحساسية يوم تبدأ نعم ممكن تبدأ بشكل خفي، الياهل يشتكي من عوار في البطن. نعم. ممكن الكبارية يتجاهلونه يقولون لا عادي، فيتمون يأكلون الياهل، عوار البطن يتم يزيد.
وبعضهم لا، ممكن يبدأ باليد على طول، أو يبدأ حتى بالصدر يهيجه، وبعضهم كل الجسم، يعني الصدر ويا إسهال أو تقيؤ ويا الارتكاريا أو مثل أدغات البعوض تظهر على الجسم كله. نعم. فطبعا الشخص البالغ أو الوالدين لازم يشوفون الياهل، يعني أعراضه كيف ستتطور، وعلى طول يربطون الأحداث، يقولون إحنا كنا كذي واستوى كذي. إذا شاكين طبعا لازم يزورون طبيب يسوون الفحوصات. الفحوصات نسبة إنها تتعرف على العامل المحسس نسبتها كبيرة، وفي بعض الحالات ما تقدر تعرف، الدم ما يبين، فممكن نستخدم طريقة يعني فحص الجلد عشان نتعرف على العامل المحسس. العامل اللي يحسس منه الشخص نفسه. بالضبط. يعني مثلا خلنا نقول ان شاكين نحن في الحليب وشاكين مثلا في القمح. نعم. يعني قطرة حليب نخففها في ماء او طحين ونحط خفف ماء ونحط قطرة صغيرة على يد الياهل على يد من قدام. نعم. او يعتمد اذا الياهل ما يروم ممكن على ظهره. وننغزل يعني بس خدش بسيط جدا ما لا يكاد يعني يذكر. على الجلد بطرف مثلا إبرة معقمة تكون، وخلال 10 دقائق إلى 15 دقيقة إذا في حساسية المكان يحمر ويتهيج. فهذا واحد من الطرق الشخصية. ويتعرف الشخص نفسه على شو النوع بالضبط اللي يسبب له الحساسية، يعني يكون دقيق أكثر التحليل كذلك. صحيح. نعم. دكتور، في أعراض معينة الواحد ياخذ في باله، أو يعني خاصة بالنسبة للأهل يعني ينتبهوا لها لعيالهم عساس يعني ما تتفاقم حالة الحساسية ويطلبون تحويلها لعيادة قسم المناعة والحساسية؟ شوفي، عوار البطن يومي خصوصا خلال نص ساعة من بعد الأكل، هذا لازم ينتبهوا له. الحكة بشكل عام، إذا في حكة يعني على كل اليد وظهور، حتى لو يعني شيء كأنه لدغة بعوض حتى لو يطلع على مكان أو مكانين. نعم. نص ساعة ويختفي، هاي بعد واحد من أعراض الحساسية توها ياسة تبدأ. نعم. عندك مثلا الإسهال والتقيؤ، بعد لازم ينتبهوا له. عندك مثلا صكة الصدر، إذا يحسون ياهل كأنه ينخنق، يعني مثل ضيجة في النفس دائما عند ضيجة في النفس. فهذا واحد من الأشياء، يعني أعراض الحساسية أي شيء تحت الأربع ساعات من آخر أكلة على يعني أحسن أن تربطونها في الأكل، بس أكثر الحساسيات تستوي خلال نص ساعة الأولى. نعم. وكل ما تزيد شدتها كل ما تستوي مبكر أكثر، يعني لو وايد شديدة تستوي خلال دقيقتين حتى مثلا، أو دقيقة حتى لو وايد شديدة. نعم. بس تقريبا هاي الاعراض هذا اللي هي اليلد والبطن وصكه الصدر والحكه. هي الحكه بشكل عام او نفس ما قلت انت مثل الحبوب الصغيره مثل القرصات البعوض او الاحمرار في الجلد. بالضبط. حالات الصدمه شو يستوي بالياهل؟ الياهل ممكن ما يتجاوب وياهم يزرق، فيقول ما يعرفون شو استوى فيه. هذا في الحالات الشديده، حتى هذا يظهر قبل ما تظهر الحالات الاعراض الثانيه. طيب حالات يعرفون ان في صدمه تحسس لازم يتلاحقون. صحيح. او حتى الانتفاخ في شفايف الطفل واحمرار وجهه او ضيجه النفس اللي بيذكرها. دكتور، اذا الشخص حابب يتحول لعيادتكم او تم تشخيصه بحساسيه او هاي الاعراض عنده، يتوجه لكم على طول او كيف طريقه التحويل؟ هو بشكل عام. نعم. العيادات الخارجيه يعني اطباء العائله. نعم. هم اللي يستقبلون الحالات وهم اللي يحولون. نعم. بعض الأحيان شو يستوي، يتم التحويل من داخل المستشفى. بعض الأحيان الحالات الشديدة من حوادث مثلا يحولون لنا. بعض الحالات بشكل مباشر بعض المرضى يون يعني حالات شديدة وما يقدرون يتريون، يعني فبعض الأحيان حتى ممكن نخدمهم بعد. صحيح. ما تقصرون دكتور. بس الرئيسي هو عن طريق طبيب العائلة. أي طبيب العائلة، ويعطي التحويل للشخص اللي يشتكي من الحساسية ويأخذ موعده لعيادة قسم المناعة والحساسية. دكتور، قبل ما ننهي فقرتنا حابينك تعطي نصايح توجه المرضى اللي يعانون من الحساسية وقلة المناعة بشكل عام. زين، أوكي. فالنصايح، شوف، الحساسية أول شيء هي مرض مهم ويجب عدم تجاهلها. التجاهل يسبب تبعات على الجهاز المصاب، يعني ممكن مثلا اللي يتجاهل حساسية الأنف ممكن تتكون لحميات في الأنف، وممكن بعض الأحيان تستوي تعقيدات، اللي يستوي التهاب جيوب مزمن عشان دون في إفرازات والبكتيريا تتعشش. نعم. وإذا استوى ربو تستوي بعدين سماكة في الشعب الهوائية نفسها، فهذا كله يؤدي إلى مضاعفات في المستقبل.
وفي الحالات الشديده اذا الواحد يتجاهل الحساسيه بس يعني تتحول من حساسيه مثلا في الصدر تبدا الحساسيه تنتشر لباقي الجسم فتتحول الى صدمه تحسس اللي هي ممكن تسبب اضرار بالغه منها الوفاه. يعني ادري ان اقول شيء ممكن يخوف المستمع بس يعني الواحد لازم بعد ينتبه. صحيح. تسوي الوفاه اذا ما لم يتم الاسعاف السريع الحالي يعني. فحالات ضعف المناعه طبعا الواحد دوم يراقب نفسه ويراقب الاقرباء. يعني في حالات تكرر حدوث الالتهابات والعدوى يعني تقدرين تقولين في الكبارية بس هو أكثر عن 3 مرات في السنة. يعني ما أتكلم عن زكام، أتكلم عن التهاب وحمى ويدخل المستشفى ويأخذ مضاد حيوي أو يشخص عنده مثلا التهاب رئوي حاد أو أشياء كذي. فالواحد لازم ينتبه. وإذا كان في العائلة نقص في المناعة مشخص فباقي الأفراد أحسن من شيء يكون خصوصا لتوهم يولدون. صحيح صحيح. فالفحص ممكن يسوى يعني الفحص شو يسوي؟ الفحص نسوي فحص على جهاز المناعة يروينا أجزاء عمل جهاز المناعة المختلفة. فعندك الخلايا البيضاء باختلاف أنواعها، عندك الأجسام المضادة، عقب يعتمد على الحالة في إنزيمات معينة ممكن يسويها. دكتور وردنا بس سؤال على السريع لأن خلاص وقتنا عندنا دقيقة على آخر الحلقة، هل متوفر في هيئة الصحة بدبي ستال أورال؟ وشو رأي الدكتور حسين في العلاج؟ هو شوفي الستال أورال هو كان متوفر يمكن من أكثر عن 6 سنين. نعم. فعقب استوت مشكلة قبل 3 سنين أو 4 سنين من شركة نفسها. نعم. فوقفوا إنتاجه فتم مقطوع عن الإنتاج أكثر عن سنة. نعم. وعقبها رد دخل بس رد دخل كميات صغيرة وقام صعب أن يحصلونه. نعم. يعني حتى يعني بعض الأحيان سبلاي لاين يعني حتى المورد نفسه التوريد نفسه مو ثابت. وبعدها شو استوى تعقيدات ثانيه ما قدرنا نوفر. يعني من بعد هاي الفتره ما قدرنا نوفر. طيب احنا شو نسوي بعض الاحيان؟ يعني شو اسوي انا؟ نعطي وصفه حق المريض فالمريض يصير مثلا من عيادات خارجيه او حتى على التامين ممكن ياخذ. صحيح. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور حسين. دكتور حسين حتاوي استشاري ورئيس قسم المناعة والحساسية بمستشفى دبي، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. مستمعينا الأعزاء كانت هذه آخر فقرة لحلقتنا اليوم، إن شاء الله بنلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، في الإخراج أيمن سرحيل، مقدمة الحلقة اليوم دكتورة عاشة البسطي. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على استماعكم لحلقة اليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.